ربي في العمار ونشرو، الله يمكن محمد السادس ويمكن ولي العهد ولي الحسن ويمكن الأميرة لالة جليلة خديجة، الله ينصر جميع أسر العلوية. تسلم على رسول الله، إلى جاي سيدنا محمد، الناس الأخرى مزيانة، الله يعمر قلبنا بالله، الله يعمر محمد السادس. عيش محمد السادس. لهذا العام التنظيم زعما مزيان ومنظمين وكل شيء، وتنصروا سيدنا ان شاء الله، الله يشافيه لينا والله ينصروا دائما كل عام. وعلى هذه القفيفه هذه تنتمناو ليها تدخل علينا بالخير، وحنا موجود ديالهم فيما حطيناها حنا معاه. عاش الملك، عاش الملك، عاش محمد السادس، عاش الملك. بالنسبة لعملية رمضان لسنة 1440 التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن بتعليمات ملكية سامية من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يستفيد منها 5600 شخص على صعيد عمالة طنجة أصيلة، منهم 2059 شخص على الصعيد الحضاري، والباقي موزع على الصعيد القروي، جماعات القروية التابعة لعمالة طنجة أصيلة. بالنسبة لهذه العملية تعطى الأولوية في الاستفادة للأشخاص في وضعية فقر وهشاشة، خصوصا النساء الأرامل، الأشخاص المسنون بدون عائل، وكذلك الأشخاص في وضعية إعاقة. بالنسبة لهذه العملية تشرف عليها لجنتين، لجنة إقليمية بالوسط الحضري ولجنة محلية بالوسط القروي. بالنسبة للجنة الإقليمية تتكون بالإضافة لمؤسسة التعاون الوطني من المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، الدرك الملكي، ممثل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وزارة الصحة، محسن كذلك عضو في هذه اللجنة، بالإضافة إلى مندوبية الإنعاش الوطني والشركة ممثل الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك، التي الشركة التي تتكفل بنقل المواد من وإلى من المستودعات إلى نقاط التوزيع التي يتم فيها توزيع المواد الغذائية الموجهة للأشخاص المستفيدين من هذه العملية. بالنسبة لهذا اليوم نتواجد بمؤسسة الخيرية لالة حسنة التي نقوم بتوزيع المواد الغذائية على المستفيدين من الدائرة الحضرية لطنجة المدينة، حوالي 200 مستفيد من هذه العملية على صعيد هذه الدائرة.